دايما كل ما هو جديد خلي بالك هتلاقي فيه امواج بتحاول ان هي توقفه. انا سعيد بيه جدا سعيد بيه جدا. جدا ليه؟ بصرف النظر اذا كان هينجح او مش هينجح مع الزمالك، سعيد لانه هو عنده قناعه بفكره ومصمم عليها ومصمم عليه ومصر عليه وما بيفكرش في اي نقد بيوجه اليه. هو عنده قناعه بالكلام ده. ايوه لو نجح اكيد الناس كلها هتبقى سعيده بيه. . ولو ما نجحش خلي بالك ده مش معناه ان هو مدرب مش كويس. تمام، معناها ايه؟ معناه انه فكره كان صعب جدا انه لعبتنا تطبق، لكن هو ما زال عنده قناعه ان اللعيبه دي هتشرب هذا الفكر، ايوه وده اللي انا متصوره. يمكن لو في ظروف غير الزمالك فيها مع بعض الدعم مع بعض التعديل في بعض المراكز كان ممكن الاستيعاب كان يبقى نجاح أسرع. وكان نجاحه كان هيبقى اسرع في وقت اقل.